احيانا بيكون اتخاذ القرار واتخاذ المواقف بيكون ضرورة، والثبات عليها بيكون حتمي، والاستعداد لتحمل كافة التوابع بتاعتها بيكون واجب. ولكن انك تستمر على نفس هذا النهج وما تغيرش من اي قرار خدته بيكون مسؤولية كبيرة جدا جدا. كل اللي بنتكلم فيه ده كان النهج اللي اتبعه نادي الزمالك، وهنا بقصد نادي الزمالك بكل عناصره. إدارة خدت قرار، جماهير سندت هذا القرار ودعمته، ورأي عام زملكاوي شاف انه تسجيل لموقف للتاريخ امام كل من ضرب بالقانون واللوائح عرض الحائط. وبالمناسبة مش عايز اقف كتير عند مباراة عدت وانتهت ما كناش طرف فيها، رغم اننا ابطال الدوري ودي سابقة ممكن تكون تاني مرة تحصل في التاريخ. كاس السوبر المصري منذ انطلاقته عام 2001 او منذ انطلاقته ما غابش بطل الدوري بس في اي نسخة غير النسخة بتاعت سنة 2001 و2023 اللي احنا كنا بنشوفها امبارح. ولكن الواحد مستغرب جدا من الاثناء وكلمات المديح على قيمة وروعة وحماسية مباراة الامس من جانب معلق المباراة، وكأنه في بعض الاوقات كده كانت الناس وهي بتسمع عايزة تقول ما خلاص يا سيدي قرفنا، ما خلاص يعني زهقنا من اللي انت بتقوله، انت عمال توصل وتلقن الجمهور وجهة نظر معينة انت محمل بها او هي دي وجهة نظرك وانت اعلامي كبير فوق دماغنا. ولكن كان الموضوع يدعو لردود الافعال اللي حصلت دي. الناس يعني عمالة تقول احنا خلاص زهقنا، عرفنا ان ده احسن كأس سوبر في التاريخ المعاصر، في اخر 20 سنة ده احسن كأس سوبر. والناس على فكرة الناس واعية جدا لان انت بتصرف الناس عن اللي انت عايز توصله لهم وتلقنهم اياه بانهم خلاص ما يتقبلوش ده، يحسوا ان خلاص بقى الموضوع بوخ قوي. كم مرة تقول القصة دي وكم مرة تعيدها في 90 دقيقة؟ مش 90 دقيقة، ده 120 دقيقة كمان. مباراة سلبية شفناها، يعني القصة وما فيها الموضوع كله خلص بركلة جزاء، ومش عارف على أي أساس دي أمتع وأحسن وأفضل مباريات السوبر المحلي من ساعة ما اتعملت هذه البطولة، وده كله ليه؟ أنا شايف هو هذا الزميل العزيز والقيمة والقامة، ولكن مش بالتاريخ، التاريخ ممكن ما يشفعلكش في بعض الحاجات كده اللي الناس بتشمئز منها. كل ده عشان نادي الزمالك ما شاركش في هذه المباراة، فاللي هو اندموا اتحسروا، شوفوا احنا قلنا ايه على المباراة دي، شوفوا احنا قلنا ايه على السوبر ده. لا طبعا، لا هنندم ولا هنتحسر على اي حاجة ولا فارق معانا اصلا، لان مش بطولة اللي هتزيد من قيمة نادي الزمالك الكبير جدا ولا بالتبعية هتقلل منه.